بيتك. الله يبارك في ذا المشارك ويعرف دربه والله يدله والله يدله. تبرق نجومه بين الأهلة تبرق نجومه بين الأهلة. هذه بداية للجود راية المنبر اللي كل يجله. هذه بداية للجود راية المنبر اللي كل يجله. عطنا جديدك والله يزيدك والشر صيده والكل بالله والكل بالله. المستقله المستقله. هذه بدايه للجود رايه المنبر اللي كل يجله. لاهل القصايد واهل النشايد وانا اشهد انها دوا كل عله وانا اشهد انها دوا كل عله. تملك الإبداع وتستحل. Ah.
يلا شباب كلكم مسؤولين عن النظافة، مسؤولين عن كل شيء خرب هنا. يلا يا شباب تعال 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 يا ولد. ايه خير علي عبد المعطي؟ علي عبد المعطي تعال، زي ما خربتوا رتبوا، انا انتظركم في الهنجر في شو اسمه في الثيل. ويت 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 يا شباب، زي ما خربتوا نظفوا، اول ما تخلصون تجونا في الثيل، واضح؟ خالد الشيباني تعال، طلال عبد الله حلافي تعال تعال، اطلع يا شباب يا شباب، غازي اول ما تخلصون خلصوا تنظيف، ارجع خلصوا تنظيف وتعالوا، خلصوا تنظيف وتعالوا، خلصوا تنظيف وتعالوا، خلوا 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 محمد تعالوا، خلنا نرتب الامسية، تعالوا خلنا نرتب الامسية. اوف اه طيب يا غازي، غازي الذيابي، غازي الذيابي انت دخلت في راسي، يا غازي الذيابي انت دخلت في راسي. ها لا يعيدك يا مهبول يا مهبول، خفك يا زباله. شكرا، بيض الله وجهك يا مرزوق. ها راح 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 يا ابن حلال، والله لا اوريك، والله والله لا اوريك، حلو الري. يا رب بخير انت يا ابو منايا، سوف اردها لك، بيض الله وجهك. يلا يلا خلينا نجيب المنقل، خلينا نجيب المنقل، خلينا نجيب المنقل ونحطه هنا. لا 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 يحتاج، يهمنا التفاصيل، تم بتدخن عليهم ترى. لا لا عادي والله نظبط امورها. يلا يا عيال الهمه الهمه يا اخوان، يلا غازي بنايع خفه خفه يد معنا يا شباب شوي بس عشان نطلع بفقره جميله. يلا حلو، قدها مجمرة، اضيفوا لها عود ولا عودين؟ ها؟ قدها مجمرة صح؟ ليش ما ناخذ حق ابو حصة؟ وش ابو حصة هزجم من ديها مشوالة؟ اتوقع احنا ها؟ هذه هذه زينة، هذه زينة. هذه زينة وبتولع ان شاء الله. خلنا نبتدينا. خلا 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 ما 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 خلا 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 دي قرب 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 من جنبها، قرب من جنبها، قرب عند من جنبها، ما قلت ادعس عليها، قلت قرب من جنبها، خلاص بس موشك، بس موشك يا رجل روح بس. لا لازم لازم تحطها حطب تحت. يلا يا عبد الله حلافي انت وخالد رتبوا لنا الكراسي المقابلة يلا للشباب، وإذا تفكرهم الكراسي يكون أفضل، تفكرهم الكراسي تحطونها جلسة. خلاص حطوها جلسة يا عيال، إذا بنحطها جلسة أبو تركي نخليها هنا. لا لا جلسة عشان المنقل بيع قدامنا وهم قدامه. والله ما أظن عندنا ولد هذاك بعد. نعم متحلفن له هو. أنت ايش تبي الحين؟ أنا بعد راسي تبغى تركي. شو بسوي؟ هنا هذه هي الكراسي. بقيم صار لا بقيم عبد الله عطني عود ثاني عشان تفضل. غادي ياكل بسرعة. لا ابغى لي ما فيه ما فيه ابغى شيء قد يبش ما فيه هدق من ذا. لا دي خلينا نشوف واحد ثاني قد يبش. اترك هذا اترك هذا. ها بلال معي ولا معك؟ لا 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 عاد مصر عاد مصر خلع على جنب خلع عشان ننظر تاكله. من؟ فوفو حطوها ارضية
تكفون على طريقتكم. انت شو وضعك؟ وضعنا طيب. انت شو وضعك؟ وضعي زين. يلا. ها؟ يلا. يلا وي. تكي هنا؟ لا هناك بس بنشب الضوء. تدي هناك؟ نبيها تعتز. وين ذاك البخاخ؟ هذا. هات. لا باقي له جديد. ها. شلعوا ما هو بمشعل لازم انه يقعد. اخوي الا ان شاء الله. ما معك الا ذا العود ما في غيره. يا اخوي صل على النبي الله يرحم والديك. هم مكسر يا مقرن. هم مكسر لسه توه. هي من عندك نظري بارده. لبيه. ارضيه تكفون. بس. لا ما يحتاج. والله ما يحتاج. اقول ما يحتاج ما عليك. يجيب من جنبه. لبيه. يلا خلاص. يلا يا عيال. ها. تعال. شباب. يلا. خلاص. شل. يلا بسم الله. طيب خلني بخلي انزين اصبروا. خلاص. يلا يا ولد. راح. يلا. وين تشلونها يا ابو هناك؟ الله يقوي عودك علي عبد المعطي. ها وش اليوم؟ وش وضعه اليوم؟ اليوم ما ادري وش تكلم عنه. نبي نضبط جلسه ارضيه. يلا خلها موه. اوه زين نبي بس نضبط جلسه ارضيه بسيطه. يلا انا ما ذكت شيء. وين بتكون جلسه؟ فوق صح؟ هذا هنا جلسه فوق. يلا عز الضو ابو تركي بنحط شوي كنب وشوي ودينا هاي كذا لا خل على الكراسي ابو تركي. انت تبي خلها نبي بس نظبط المكان هذا بحيث ان تكون قاعده مرتبه لنا. اجلس لا معكم انا. ايش فيك؟ انا اتكلم عن الجلسه الارضيه يلا. الجلسه الارضيه مشينا خالص. ها ايش الجلسه الارضيه يا اخوي؟ نجيبها لاخوي. نبي امسيه. ارقص نود يا محسن. لبيه. ارقص نود. جعلني فداك. جيب ذاك شوي ميله. هي ميله. ايه. يا حلو. باقي واحده ايه بعد؟ الكراسي ودنا نبتعد منها تماما. عشان خاطري نبي القعده ارضيه. عشان خاطري لا عشان خاطري اللي تحتكم هذه افرشوها هنا بحيث انها تكون ايش شكل مربع. تعال هنا عبود هنا. لا عبد الله ما ينفع هذا والله. رد حق ليه ترى فيه مني نتلو وفيه مني على شوكولاته. صدق والله يا بعد قلبي في منه على بقلاوه. لا خالد لا خلاص كذا محمد كذا. وهذا في منه على سمبوسه. لا اوكي دن سمبوسه. وش يلا عز الضو يا ريدين. عز الضو شو دي؟ عز الضو واحدة هنيها. يلا شيلها بحطك ذي بدرك عليك. يلا يا شباب يا عيال نبي قد ما نقدر نستمتع. نبي قد ما نقدر من دون صوت. عبد الله جلالهم لا نستخدم كراسي ابدا في تكاتنا ذي لان القعده ارضيه وبساطه وشعبيه واجواء شتويه جميله. محمد بن عمره خذ موقعك في الانبثاق. عطنا مرخص. انا كان ودي اروح انبثق. طيب لا نحتاج انبثق بس الحين ما ابي انبثق يا اخوي. والله ضغطك عندي تسوى تسليم. ما في اي شيء في امسيه واحنا قاعدين. ارتك وجه خير. لا بعد الامسيه عربي باقي انا. نبي يشوف ما نبي اي احد يمر. ما نبي احد يخرب عليهم. قاطع اصوات ما في. ايوه عشان كذا يا اخوي انا يستفيدون يا عيال قد ما نقدر بليز. ارجع عني فداكم يا اخي. شوف المثال الرائع. اصوات ما في تقاطع ما في اشباب. شوف الامثله. الله شوف احترام الفقره. شوف احترام للزمن. احترام الوقت. احترام الصحبه. شباب محسن المسؤولين. توجه احد وجه سؤال المذيع ما في. المذيع ياخذ راحته. صوت ما نبيه. اسئله ما نبيها. مايكات طافيه ما نبي. ممتاز. مايكات طافيه ما نبي. العموم شيك على مايكاته. محسن فقره مقدم الامسيه. سيطر يا ريدين. انا اول اتفقعت لي بكل شيء ما ابغي. طيب تعال وين تبي تجلس؟ انا بي. ما هو مقدم يحتاجك هنا. انا اوكي. انا مقدم. لازم انك ايش تكون سلس في العطاء. صح. عطنا هذه. لبيه. خليها خلي حطها ورا الظهر. على خشمي. والله ممتاز كذا ولا نجيب ماركه؟ الله يبيض وجهك. ولا نجيب ماركه؟
لا زين ممتاز يا اخي. انت حاطني جنب اسطوره الشعر. والله كلكم اساطير. اسطوره انت الاسطوره. انا ما هي اسطوره يا شباب. حلال مكان زين ما حد دور ولا شيء. يتعشون مكان زين. يتعشون يا ابو ولد. على السريع نبي نبدا. لابد ان ايش الشباب يا ترى صندوق بداية نبداها بالشاعر القدير والشاعر الغني عن التعريف اللي شارك. اعتقد انك قدمت على شعر المليون. نعم انا واخوي الاستاذ. اتمنى لك ان شاء الله التوفيق. الشاعر محمد العمره. طبعا عندنا محمد بن جخير كان مشارك شعر المليون من اول. والنجم الثاني شاعر ومنشد متميز من دولة الكويت الشقيقة فيصل بن شافي. يا مرحبا بك حياك الله طال عمرك. تجمل الثالث أينما تبحثون عن الإبداع تجدونه. شاعر عفوا منشد ورسام أو فنان تشكيلي متميز جدا. الله يرفع قدرك يرحم والديك وسعيد والله بتواجدي معك. الله يرفع قدرك. طبعا راح نبدأ مع النجم بما أنك أكبرهم. لا لا أنا ما أكبرهم أنا في أصغرهم. البداية بتكون عند محمد العمرة أبو راشد. نبغى نسمع منك شيء نبغى نسفكر عشان نسمع وشيء جديد. والله مما يسعدني الصراحة الحقيقة يعني أني أنا أكون متواجد ما بين هذه الكوكبة وأمامي هؤلاء المنبثقين. أنا أتمنى لهم صباحا جميلا وممتعا في هذه الرحلة إلى سماء الشعر. يقول بسم بالله ضحكت بلال هذه بالحالة. يقول تاهت قدم رجلي بعد ما ضاق صدري وانتهيت رميت لا كل للأسف رميتها وخطيتها يضفي ظلام الليل بشته فوق عيني لا بكيت تضرب هواجيس الضمير أجراسها ووحيتها تلعب بي الدنيا وأنا من طيب رأسي ما شكيت إلا على اللي يكرم كفوفي اللي مديتها سبحانه وجهه جل شانه غير لطفه ما رجيت اللي يعرف النية اللي في الضلوع أخفيتها سبحانه وجهه جل شانه غير لطفه ما رجيت اللي يعرف النيه اللي في الضلوع اخفيتها حاولت اشيل الحمل حاولت اشيل الحمل اسلم عليه حاولت اشيل الحمل لا ايه حاولت اشيل الحمل لكني عجزت وما قويت لكن اكتوفي خانت عزوم الصبر ورخيتها يا حسين يا حسين جور الوقت متعبني وانا منك استحيت الله يقطع دابر الحاجة ويخرب بيتها يا صفر خمسة صفر خمسة علم السبعة بغيت تعلم الستة ترى باموت ما سجيتها يا عشرة الارقام الابية ما غويت ولا نسيت حفظت عشراتك غلا من كثرة ما دقيت ما دورت للفرحة وانا من دار دار البيت بيت ولا في زنقة في البلاد الا بعد ما جيتها كتمت همي عند غيرك وانت عقب الله دريت لو فيه من بين الرجال قرومة ما حكيتها دام البنادم مبتلى والله بلاني وابتليت عين الصبر تجمع وانا كحلتها وعميتها دام الصبر دام البنادم مبتلى والله بلاني وابتليت عين الصبر تجمع وانا كحلتها وعميتها انت تعرف وش صار والموضوع عندك كيت كيف ما في داعي نفتح الصفحة وانا تميتها جيتك وانا كلي من الدنيا جروح ولا شكيت عين الصبر تجمع وانا كحلتها وعميتها شاعر جميل أبدعت في هذه القصيدة الرائعة. الآن ننتقل المنشد والشاعر فيصل. فيصل طبعا نحتار هل نبدأ بالشعر ولا نبدأ بالإنشاد فنعطيك المساحة وأنت تختار ما تشوف أنه مناسب. أول شيء أصبح عليكم وأقول لكم شكرا لهذه الاستضافة الجميلة وأنا أتشرف في مقابلة أخوي عبد الله حلافي المنشد الرسام والشاعر المبدع الكبير الذي يعجز الوصف عنه محمد بن عمرة. الله شوفوا وتشرف بالجمهور. خلني على توك مقابلنا يعني خلني عيش ليلتي مرحبا والله ما قلت أخوي خالد أتشرف فيك أنك اليوم استضفتني في البرنامج الجميل فأقدم أبيات فأتمنى أنها تنال إن شاء الله على إعجابكم. فأقول أبغض يا الأنظار بيني وبينها. إيش قال؟
أبغضي يا الأنظار بيني وبينها عي تطيع النفس عي يطيع القلب عيني وعينها قفيت أناظرها وهي مثل حالتي نفسي تبي الله يعينها الله قفيت أناظرها وهي مثل حالتي نفسي نفس تبي نفس عسى الله تشرب يدها بس ما فيه فايدة تبي تسلي بالإشارة حزينها والله ما صدقت بعدي وبعدها ولا الليالي المبعدة خابرينها وقلت بنساها وبقول سالية ذكرت موعدها ومدت يمينها وشلون بنساها ونعرف ظروفها عندي خبر بها للحسد ما نعينها ومتى الظروف تروح والهم ينجلي وتضحك لي الدنيا ويضحك جبينها تكفرون يا أهل العرف لا أحد يلومني نفسي من الفرقة تبيح كنينها وقت مضى في كل ساعة نلتقي واليوم لا فكرت ويني وين يا سلام يا سلام انجاب يا اخوي انجاب في واحد الله ننتقل الان للضيف الثالث اللي قلت وين ما بحثنا عن الابداع وجدنا عبد الله الحلافي منشد ورسام طبعا الرسمات الان اعتقد انه الجمهور شايفها وعارف محلها لكن نبغاك تبدا زوم زوم المخرج شيله جميله تختارها انت والله في شيله لكن نبغى شيء قريب القلب عبد الله لكن ان شاء الله تساعدوني فيها عبد روح يقول لحظة لحظة تعال يا غلى البشار قربك امان بعدك خطر وين بتروح لحظة تعال وين بتروح وين بتروح لحظة تعال يغلى البشار قربك أمان بعدك خطر وين بتروح يغلى الجروح وين بتروح انت وانا طول الزمان ما نفترق لا 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 انت الحبيبة الأولي انت الغرام كلك لي انت الوضوح في كل حال انت الوضوح انت الوضوح سلام يا سلام صح صوتك صوت رائع وجميل المايك ابو راشد احيانا الشاعر يقطع يقطع احيانا الشاعر تعجبه قصيده من شاعر اخر نبغى نسمع قصيده بإلقائك ولكن تكون لشاعر اخر او انك خلينا نقولها مثلا بالعاميه تتمنى انها تكون قصيده لك والله فيه قصايد واجد منها قصيدة الشاعر العلم لافي الغيداني الحربي سلام استاذ اللي يقول صفرة ربيبة بطن واطرافها دلم الله سلام ما هي نتيجة سيم ثم نيدانا من كثر ما يهلم عليها الجمر هلم يا ما جسدها من سنة الجمر عان الله سمرتها يا من فنجالها ولم البارحة يقول رحلة مشانا سجيت سجت واحد واصل علم وغالي قامت حياته تدانا شاشة خيال الفكر تستعرض الفيلم فيلم تمثل قصته مو ورانا وعرض صاعب صاعب مفواهنا بلم وسلوب صرف علاجها ما خفانا لكن عصب الروس بالصبر والحلم من طيب مذهبنا وشيمته الحانة اي والله انه ظلم وابشع من الظلم واظلم من الظلم انه يثور سلاحنا في اخبانا تدريب والتدنيق ما هو لنا سلم ودنقوا جدانا هم وبعد يا سلام تحية تحية لك والشاعر القصيدة الرائعة تحية لك يا ابو راشد والشاعر القصيدة الرائعة طبعا لا في الغيداني هذه من القصايد اللي تمنيتها هذه يستاهل فيصل سمعنا قبل شوية الشعر بعطيك بعد قصيدة ثانية يلا اقول يا عالم بحالي وحالي لها شان والحال عيت لا توالي وصبرها يا سلام ضقت في الدنيا وانا منها فان العاد باشين يسلي كدرها ابكي ومكثر البكا خاطري يزان ودموع عيني غرقت من سهرها تطري لي الفرقه ولكنها كان بصبر عليها صبر محد صبرها تطري لي الفرقه ولكنها كان بصبر عليها صبر محد صبرها يمكن تلين يصدق احسان بحسان يمكن على فرقاي ربي امرها يا غاليه عندك دلائل برهان يشهد على حبه ويشهد قمرها يا فاتنا حنا حبايب وخلان حنا عبرنا بحور
محد عبرها حبك بقلبي حاكم حكم سلطان يحكم حكم الحب ويحكم زهرها وان كان ما عنديش مقادير احسان روحي مراح الريح واللي دمرها. يا سلام يا سلام حسانك يا فيصل قصيده جميله. عبد الله بنرجع لك مره ثانيه المره بسالك سؤال ما ابغى اسمع منك شيء بسالك سؤال عبد الله بعد البرنامج وش بيسوي بالرسم مثلا خليني اقول لك مثلا هل مثلا تفكر انك تفتح لك مكان تعرض فيه رسماتك هل تفكر انك مثلا تستقطب الرسامين تدعمهم طريقه الدعم وش تبغى تقدم لهم نبغى نسمع. انا لو اقول بفتح مكان ممكن التكلفه وزي كذا صعبه علي ممتاز. لكن انا حلفت وانا ان شاء الله عند وعدي وانا وعدت اني راح ادعمهم باي شكل من الاشكال سواء وضع حساب خاص بحساباتك الشخصيه في الانستغرام تويتر اكيد هذه راح تدعمهم باذن الله ممتاز. لان انا اعيد واكرر رسام مهضوم حق اعلاميا فانا ان شاء الله راح أكون. تحيه لعبد الله بيض الله وجهك عبد الله. تبغى نسمع منك شيله بعد ما. الكلام الجميل يلا يلا ما هي شيله لكن لا هي نار ولا هي ماء ولا هي غيم ولا ظما انحكت غنت سنا بالمرضى والسكوت مضى عني ران الغضب يا رضاها وقفوا ناظر شوي شوف غلاها ايش سوى بشخص حي حي ولكن ما لقاها ولقاها ما بقى بيدنا شي غير انه يحتريها لا 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 سلامتكم انا مقرن ما وصلت مواصيلك يا عبد الله لكن صح صوتك صوت جميل ورائع ابو راشد نبغاك تكلمنا عن مشاركتك في شعر المليون. والله مشاركة في شعر المليون ما اقدر اتكلم عنها الان هي اصلا في شعر المليون تسجيليه المشاركه تسجيليه ولا راح تعرض الا بعد شهر فالمشاركه كانت عمل بيني وبين اخوي مقرن الشواطي ندشنها ان شاء الله خلال الاسبوع هذا واللي بعده يعني باذن الله توعد ان شاء الله الجمهور والمشاهدين شيء جميل. نعم نعم. اللحن طبعا جابه لي ابو عبد الله وانا بنيت القصيده عليه ممتاز ان شاء الله اتمنى لك التوفيق. طيب وش بتسمعنا؟ سمعكم قصيده شلها اخوي المنشد الله يذكره بالخير ويمسيه بالخير اذا امكن هذا المنشد الياس قيم ونعم والله ونعم بحاول اجيبها صيب الله يا سلام والله ونعم سمعكم بيتين على طاري الرسم الجرح الجرح ريشه خبير وخاف قيلوحه وانا المعاناه والرسام يرسم ماني بمحتاج حب تكفي جروحه محتاج لي شخص قبل الحب يفهم اما القصيده يا حبيبي يا ابو فجر ما لا تعجبني هزه الراس هذه اي لقبال الليل وقف النور باللي يريد تغير الوضع و قف الشوق بالمهدوي الليل دمعة حزن والشوق برد شديد وش يبعد عن نوم غيرك يا شديد القوي أخاوي الليل واسمر نجمته من بعيد أما انتهى سنين عمري واثر ما له خوي الصمت يرسم على وجهي وجهي حياة السعيد والصبر يخفي ما لا محزني الملتوي والصبر يخفي ملامح حزني الملتوي برحل عن الناس دامي ما قدرت استفيد يمكن مع البعد بلقى حاجتي وارتوي عن ظلم الاقراب تقنعني حياة الوحيد
كيف احتزم بالثقة دام الظنونة تهوي لا صار راس الرجل طيب ورايح سديد ما همني منسبه من آل ولا دوي العاقل اللي خذاله من حياته رصيدي بيع لآخر تحت الدنيا وما تحتوي تناقضي في حياتي يرتجني قصيد من زاوية فكري المذنب الدربة السوي مستقبلي لو بفكر فيه ما به جديد عندي قناعات تجعل مني الفوضوي لولا ظروف الحياة اللي تقصه ما كان شريت رجلي والذياب تعوي البارحة طحت كلي والسبب البارحة طحت كلي ما كان شريت رجلي والذياب تعوي البارحة طحت كلي المهم اني قلت ما بين صدة حبيب وبين شرفتك الله صح زان صح زان فيصل اعطيتني قبل شوي قصيدتين جزله ها ابي بالله يعيد البيت اللي قبل شويه اللي في النص اللي يقول تناقضي ايه في حياتي يرتجني قصيد ما بين زاويه فكري المذنب الدربه الله عليك الله عليك صح لسانك محسن بن تركي وقايل لي الله عليك الليله ما نمنا وش نجوم صح لسانك ابو راشد فيصل اعطيتنا قصيدتين جزله الان نبغى شيء بصوتك العذب حاضرين انا اتمنى ان يعجب اخوياي ويعجب المشاهدين لكن خارم الراشد خارم الراشد يعني والله ما شافي بيه شافي اللي غنتها البارح مدري والله اني ساجم منها يا مقرن يا زين هزيناه والله اني ساجم تصدق احنا والله محتاجين نسمع منك انت طيب ان شاء الله الله خشمي ابشر انا من ما حكيت سكتوني انا اقوم لا يطول العمر تعال تعال يا طويل العمر مجار 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 توني لاقط الكلمه هذه مجار شلون يا محسن؟ أنا أقول المشهد والمساحة كلها لك ما شئت أن تقوله قله قل الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك وجهك هذه منقولة من اقتباس من حمد بن عمرو لكن بعطيكم شيلة معروفة اللي يقول يا هي في ذمتي ذمة يا سلام وأنتم عاد ما يحتاج محسن مليان يا هي في ذمتي ذمة عليك ما تنزل دموعي عليك ما تنزل دموعي يا هي ذمتي ذمه عليك ما تنزل دموعي عليك ما تنزل دموعي غروك نقلت النمه وانسوك نومي على كوعي وانسوك نومي على كوعي وانسوك نومي على كوعي واليوم وصلي فلا تشمه لو كان جيهانك ربوعي لو كان جيهانك ربوعي يا سلام يا سلام هذا اللي حاول منها هذه احس انها شيء لا مني تضايقت شغلتها على طول يا سلام يا سلام طيب ضيوفنا كلكم تتمتعون باصوات جميله نبغاكم تتحدون على شيء وتشيلونه كلكم سوا الثلاثه ايش رايكم؟ انا طالع نبي نسمع من عبد الله ابشر ابشر تجرح اللي يحبك طيب ابشر يا سلام يا ابو عبد الله لا ما يخالف ابشر ابشر بينما هذا فكروا بشيء تشيلونه سوا نبغى شيء كلكم تشيلونه سوا هذا اللي تابع علي ايش اللي اي شيء يا رسمنا لا لا قبل في بيتين بيتين زينه وتضبط على الصوره انا خليك ارضني وارضيك وش ارضني وارضيك دامنا على قيد الحياه ارضني وارضيك دامنا على قيد الحياه اسوأ لحظه في حياتي لما نزلت يقول لك والله ماني بحاول سمعني يا عبد الله سمعني والله ما في شيء لكن سمعني طلب ابو منيره طيب وش طلب منيره يقول تجرح اللي يحبك والله انه قهار والله اكبر مصيبه غيبتك يا الحبيب فكني من عذابك ما قويت السهر الله اكبر مصيبة غربتك يا الحبيب ما نحفظه والله ما نحفظه والله النهار والله أكبر مصيبة غربتك يا الحبيب هذه تلبية الطلب أبو والله عين
هذا ايش عنده ذا؟ توني قلت قبل شيء. ايه طيب ما تبون تشيلون شيء؟ دقيقه عندي بيت. سيشع عليه ابيات. الله يرحمه قصيده صبني. طيب طيب شباب يلا اسمع. انت الربع انت الربع مساحه بس. ايه طيب شوف اقول صوت هادي الربع شباب كيفك؟ يا ولد اقول لا قلت ابي اشوفك اشوفك تعكرت لا قلت ابي اشوفك اشوفك تعكرت وشوف جوك صار كله معكر ويضيق صدرك وانت بهلك تغيرت ودك على فرقاي ودك تسكر ما ادري عماك زين ولا تكبرت ولا بلاك الخوف مني تفكر فكر على كيفك اليا منك فكرت بس انت بهل الملح ما هو بسكر ولا انت عذرك عارف انا تعذرت مثل الوحش اللي طار منك تنكر لكن قبل ما اروح صبرك تذكرت قلبي ترى عن غير حبك تسكر يا سلام ابو حصه تبي قصايد اللي ذاك الليل يحذفوني اللون ابو راشد طيب نبغى نسمع منك قصيده او ابيات نقول شباب طيب خمس دقائق شباب خمس دقائق يا ولد يقول لف عليل يا البارح رفيق معاه اثنين يقول لف عليل يا البارح رفيق معاه اثنين شتات الامل والجرح والثالث الذكرى ثلاثه على ما قيل مثل الخشم والعيل فليل يا البارح ولا حولهما مشرى عرف الثلاثه قبل يمكن ثمان سنين لهم في ضلوع جلسه ودله رابع ثلاثتهم دموع لها حولين إلى ملف وجاتك مع الخيلة يا شقرة إلى ملف وجاتك مع الخيلة يا شقرة أشوف الأمل بيت قديم وله بابين وقفوا بتلاها الجرح وانهد من حدرة وقف وابتلاها الجرح وانهد من حدرة الله أني ناسيها قصة قديمة صحيح. المهم في قصته بسمعها ابو فجر بما انه ابو فجر رجال منبثق اليوم في الحزن يلا هو طبعا قصتين 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 عشان نختم بس يلا يقول الله اني سجلت خلنا ناخذ عبد الله خذ عبد الله وخلني اقوم والله عبد الله وش بتسمعنا؟ بسمعكم طاروق مسحباني والله ماني محضر يا ابو زركي المفروض انه عندي أهل الباحة من بدري عشان كلنا كلنا ما حضرنا الله يرحمه ما على جوك لا 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 يا لا 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 يا لا 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 الله على بحر يفرق عن جميع البحور بحر يسمونه الميت وهو ما بعد مات يا بحر الأردن من اللي غير اسمك وسمك في ذمتي ما هو انت الميت الميت انا يا لا لا في ذمتي ما هو انت الميت الميت انا سلامتك الله عليك الله عليك عبد الله طيب نرجع لك يا ابو راشد فجر تفضل ابو فجر تفضل كلكم جميعا هذه القصيده الانبثاقيه يلا يقول على طاري غيابك وين ودك لي يا سلام تعال ارحل مع الطاري بغيت ارتاح انا ماني بنا متغير شكلي غيابك من غيابك يشتكي يا صاح بكيتك ليلة البارح ودمعك لي قبل مده تذكر دمعك الفضاح بكيتك ليلة البارح ودمعك لي قبل مده تذكر ليلك تذكر دمعك الفضاح أحبك يا أحبك وين حبك لي تلاشى واختفى ليلة هبوب رياح على الأطلال ما مديت حبلك لي أصيح وصيحتي واجهتها بصياح توكل واترك الباقي وانا شكلي يا برحل واترك الباقي هنا وانزاح شريت الليل يوم الليل جابك لي هلا بالليل دامه ملتقى لارواح اشوفك مع ظلام الليل تضحك لي مثل برق انكشف ستر الظلام وراح اشوفك مع ظلام الليل تضحك لي مثل برق انكشف ستر الظلام
وراح وحسك تذبح عروقي وتمشك لي نهاياتي وانا اقطع رقي الذباح. يا سلام. صح لسانك. الحمد لله. رائعه وجميله. طيب نرجع لفيصل المبدع. نبي شيء من العمل بيجمعك انت مقرب. بنخلي خلها ختام. خلها قايل لك لا تخليني ابغى اقوى. ابو راشد خلاص بنختم عند ابو راشد بعد شوي ان شاء الله. الختام عند نبي نسمع الان فيصل. نبي نسمع عند فيصل. يلا والله يلا عطني اختر اللي يروق. تبي شعر تبي شيله؟ بس عندي ابيات باقي. قصيد قصيد قصيد. تبي مثل قصايدك الليل؟ لا هذيك ابو حصه وضعك انت مزري يا ابو حصه توهقنا. لكن واحد باع. اسلم اسلم ابو راشد. والله ما بحفظها ان شاء الله. واحد يحولها عندي. طيب بتسمعنا اللي طلبها مقرن؟ سمعنا اللي طلب مقرن؟ لا 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 والله او طلب من مقرن. لا 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 والله ما عدي بيها القصيده. والله ما بحافظها. توادعني وترحل قبل تسمعني وتوجعني. اي وتوجعني وانا ما كنت اظنك تسويها. توادعني. يا سلام. والله ناسيها يا بعد. وبعدين المفروض احنا ما نكشف اوراق هذه القصيده الى ان نسمع. خلاص البيت اللي جبته ممتاز. ليك هذا يكفي. وبعدين اللحن قلت طيب ابو راشد بتعطينا شيء قبل ما نختم؟ والله ما عندي شيء. الله يعطيك. طيب خلاص اجل نختم ان شاء الله امسيتنا بشيء من عبد الله الحلافي. قبل الصوت او الشله في بيتي بقولها. حلو. شاعرها ما هي لي. يقول لبيه قل لي وش اللي تطلبه قل لي. قل لي وش اللي تبي وابشر بمطلوبك بس انتبه لا تناديني وانا اصلي اخاف لقطع صلاتي والتفت صوبك. الصوت يقول وشلون تقسى يا حبيبي وانت عودك خزران لا عاد تقسى مثل ما تقسى السنين الماضية يا عود ما سموك عود لا ولك قد وليا حتى لا يدي عيناها عن قطفتك متغاضية يالله تحنن ما بعد جربت في عمري حنان نظر عروق من الحنان اللي تخبر فضياه نظر حاله يا لا 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 يا لا لا. ختام حلقتنا نشكر فيها المنشد والفنان التشكيلي عبد الله الحلافي. الرسام التشكيلي ابشر ابدعت وتميزت يعطيك العافيه. نشكر كذلك فيصل بن شافي الشاعر والمنشد الكويتي الذي تقدم شيء جميل في هذه الحلقه. يعطيك العافيه. الله يقدرني في هذا المجال وعساني جملت ربعي وجملت الاخوان. مجمل مجمل هذا اللي اقدر اقوله عليه. والله قصيد وادي. في الختام في الختام طبعا نشكر نشكر سمو بتركي بقصيده من ابو راشد. ابو راشد زياده. طيب ختاميه مع ان الرجال قال ما عندي شيء لكن عندي اللي ابو راشد هذا هو قال قبل شوي ما عندي شيء خلاص ختم بحر. يلا سمعني والله زود لا عاد سمعني ابو راشد. هلا نعم يلا تمون يا حبيبي راشد. باقي ثلاث باقي ثلاث دقائق. يرسلوا لي كنت انا ابو راشد مع بعض صورت انا ابو راشد فيرسلوا لي يا راشد العليا. راشد العليا انا ودي الان نسمع يا راشد العليا وهي من اجمل النصوص اللي ممكن تمر علي. صحيح راشد العليا. يا سلام. وليه ما سمعك بلزام شعوري؟ لا ودنا يا راشد العلي يا حبيبي. طيب ليش ما تسمعنا الثنتين؟ يا سلام. يلا سمعنا. يا اخي يا راشد يا اخي رئيسنا هذا يا اخي ذهب. اول شيء بسمعكم بيتين يقول لعاد تسال صاحبك وش حاله؟ سلام. لا تاخذ علومه وتنشد عنه يا اخوي خلى المستحم في فاره لا تنقض جروحه وتسري منه. الله سلام. عز الله بقى شيء. يقول يا راشد العليا لها عشرة بنود
سجل وانا بمليك واحفظ عددها من شان ما يلحق عيب ومنقود احفظ وصاتي والوصاه اعتمدها اوصيك قبل الجسم يدبي بها الدود في حفرة لا بد نسكن لحدها دنيا العنا فيها مشاريب وعدود وكم واحد للحاج ثم وجدها عليك بالتقوى ترى العمر محدود واردع هوى النفس الدنيا وقدها واحفظ صلاتك تكسب الرزق والفوت تكسب مكاسيب الحياة وسعدها وصوم رمضان وزكي الشام خطوط ترى البيوت النائفة من عمدها وجالسها للتوحيد والعز والجود واترك مقاريد العباد وقردها اللي على التفريقة تونك حشود فصيل تندب الجهل في جسدها واحسن جوار الجار لو كان مقرود لو جار نفسك لا تبين نكدها والضيف عطها الطيب والطيب مردود اكسب جناب الطيبين وسندها عقب الشحم والبن قدم لها العود حيثك من اللي ملفاها ملفاها حمدها وبنت الردي لو هي زلال وقرهود حذراك تقربها وتمسك بيدها خذ بنت قرمل عند الأجواد محمود لجنهار الهوش بينا ولدها وزلت رفيقك لالف الدون مقصود لا تمسك الزلة وهو ما قصدها ثلاث مررها ولا شك في شهود بالرابعة شب الحطب لا وردها هذه عشر وإن كان تبغين يزود سجل على عشر الوصايا وزدها الظلم شين وتالي الظلم مردود والغيظ شيطان القلوب وكبدها والصمت زينة والحكي سيف محدود والحقد غيمة والتباغض بردها فكر وميز واعرف البيض والسود واحذر قلوب الحاسدين واحذر قلوب الحاسدين وحسدها يا ابوك بين الناس طارد ومطرود ما تجهلك بعض الحرار وهددها وانضامتك دنياك واصبحت مضهود فاطلب من المولى يحلل عددها الواحد اللي كل بينا له سجود اللي جميع مال خلقه رصدها هذه نصيحة وانت معطيني وعود واهل الوفاء والعرف توفي وعدها قدمتها بالمسك والطيب والعود زرعتها لك زرع وانت تحصدها حميتها من دون ملح وبارود خوف عليها المنتقد ينتقدها واختامها العليا لها شروط بنود اللي تبع العليا تمعن وعدها الله من شاعر جزل ومتميز تذكير تذكير شاعر جزل ومتميز طيب بناخذ الجمهور بس ذكر بشمع الوتر بناخذ الجمهور الان يقول لك باقي دقيقه ذكر شمع الوتر البرنامج